بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحب الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج، وها هي انطلاقة الشوط الثالث. والشوط الثالث مخصص للزمول المحليات العصائل، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة. نسير بكم مباشرة مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع اللي في المركز الأول ونشوف الذي يقود هذه المجاميع. على الزعيم في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سالم بن حمد بن هيان العامري، وفي المركز الثاني هملول في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي، وفي المركز الثالث عرس مهوي في المركز الثالث لهجن الرياسة بقيادة المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، وفي المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس صوغان في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري، وفي المركز السادس شاهين في المركز السادس لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام يا سلام، خلك قدام يا أبو حياء، خلك مع المقدمة مع سمهوي ومع سراب ومع الزعيم. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز للزمول للمحليات الأصايل، طيور طائرة على أرضية ميدان المرموم في هذا المساء. وها هو سمهوي على مقدمة هذا الشوط، بدأ يباعد بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية، العناية التامة لدى سمهوي عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي ابن الفيلسوف، متواجد في التضمير مع سمهوي. 1200 عن خط النهاية، لوحة الإعلان، بدأ يتجاوزهن سمهوي، يتلفت يسارا ويمينا، يبى صوت سماعة أو حركة عالي أو جهاز. يا سلام، ما يحتاج لهالأمور كلها. يا سلام، ما يحتاج البارع، ما يحتاج العرض، هو من شاف المنصة ولاحت في عيونه زاد من سرعته. يا سلام يا سلام، حتى القيد هني عندي مال السيارة بدأ يرتفع، بدأ يؤشر على الارتفاع. يا سلام، اسمه فوق، اسمه خضراء وشعاره حمر لون الخطر. يا سلام، شعار الحب لون الخطر، كله خطر، مر وعبر مع سمهوي على مقدمة هذا الشو. يا سلام، شعار هجن الرياسة، الشعار المميز، شعار الكاسات، شعار السيوف، شعار الرموز، متواجد على ظهر سمهوي. ها هو سمهوي يرقص يرقص حبا وطربا في هذا المساء، يستعرض عبر شاشة دبي ريسنج بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب الذي يقوم بالعناية التامة. العالي مبونة محنط وانا شاهده بالعين المجردة، حتى ذني لينت الجامة ولا سمعت صوت، ما شي صوت جهاز، ما شي، الجهاز على الطبلون اشوفه بالعين المجردة، التفت يسار الجهاز فوق الطبلون. مشكور يا البارع على هذا التضمير وعلى هذا الاداء الذي يقدمه سمهوي. هنا سلام عليك يا هجن الرياسة على هذا الاداء الجميل، الاداء المتميز. أينما تذهبين أينما ترحلين تبين الناموس وفالك الناموس. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر الشاب عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الثاني سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الزعيم، في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم، المركز الرابع وبران لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم، المركز الخامس صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. والتوقيت من مخرجنا بو عدنان المخرج المبدع دائما مع سباق
طاقات الهجن. ها هو سمهوي يصل إلى خط النهاية 13 دقيقة 30 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر البارع عيسى بن حمد بن مطر بن مايد الخيلي واللي وصل في المركز الثاني. سراب يصل في المركز الثاني، نشوف سراب ساعة وصوله إلى خط النهاية، قطع المسافة 13 دقيقة 38 جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم، تهانينا للمضمر أحمد بن سلطان برشيد السويدي والذي وصل في المركز الثالث. الزعيم قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدرة 13 دقيقة 41 جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، تهانينا للمضمر سالم بن حمد بن نهيان العامري، تهانينا للجميع والناموس.